white rose could be rose gold. I just demonstrate greatness they cannot show. No new friends can't be welcomed in my section. See that little zone there, that's a no-go. Tell me who you know, floating on the beat like this. You can't know respect it, I ain't asking you to like this. You can always trust, I'll give you something here to vibe with. Heads turn when I pull out looking stylish. Ain't your typical rapper, I ain't got my neck froze. Still your favourite artist, couldn't even step close. Heard they want my crown, but I ain't never stressed though. Cause to your career that would be detrimental. Come on. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نتمنى بأن نشاهد معا مباراة كبيرة في ظل هذه الأجواء. معكم فارس عوض من كابينة التعليق في تغطية مباشرة لهذا اللقاء مع المباراة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لهذه البطولة التحضيرية. مباراة نتمنى بأن ترتقي لمستوى التوقعات، كلا الطرفين يبحثان عن ختم دور المجموعات بأفضل طريقة ممكنة. الجماهير تدرك بأنها بطولة تحضيرية لكنها تعطيهم مؤشرات عن وضعية الفريق، عن نقاط القوة ونقاط الضعف، عن الانسجام والتفاهم، عن ربما بالتأكيد طريق ومسار الموسم الجديد في هذا الموسم. بناء هذه المحاولة بهدوء وبدون تسرع. إمكانية الكرة العرضية. تمريرات كثيرة، محاولات لإيجاد تغرب في دفاعات الخصم، هجوم على نار هادئة الآن. كرة بينية عالية. يعود للخلف بالعرضية جميلة. استخلاص ممتاز داخل المنطقة. رائع في قراءة الفريق الخصم. لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. يا إلهي، هذه كانت هدف محقق، لكن حارس المرمى حرم منافسه من كرة خطيرة بتألقه، بمرونته، بسرعته، بردة فعل الخيالية من هذه المسافة. بيلعب لك كرة بينية. إبعاد سيء للقطة، ما زالت خطيرة. الحارس يوقف الكرة السابقة بدون أي مشاكل. هدوء في بناء الهجمة، ما في استعجال، بناء منظم حتى الآن والبحث عن التقدم. اعتراض وتشتيت الكرة، كم ممكن تشكل خطورة. كرة إلى ضربة مرمى. يتحرك بالكرة للأمام. كرة بينية خلف المدافعين. حلوة الكرة البينية. يفتتحون النتيجة، يشعلون اللقاء. 1-0 يا رب. إذا أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا. النتيجة 1-0 الآن. بناء جيد لهذه الهجمة. الأرضية تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى. عمر السومة. توقع جيد في قطع الكرة. الفريق
الفريق يبني الهجمة بدون تسرع، احتفاظ ممتاز بالكرة. هدف يعني العودة، هدف يعني التعادل. مستحيل هذه الكرة، هدف التعادل. إذن النتيجة الآن 1-1. لديه فرصة لإرسال كرة عرضية. كرة بيتغير اتجاهها وتخرج إلى رمية التماس. عمل ممتاز في السيطرة على الكرة. عرضية تصل في وسط منطقة الجزاء. ضاعت الكرة. كرة بتعدي بوجه في المرمى. تسديدة قوية على المرمى، لكن بدون دقة في التسديد. راحت الكرة بعيدة بدون ما تشكل خطورة. تمركز الجيد وساعد في قطع الكرة. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. وعمر سومة. ضغط يتشكل ولكن بدون استعجال، ما في تسرع حتى الآن بالرغم من التعادل. يا رب، تصدي غير عادي، قفاز مجنون لهذا الحارس. كانت فرصة رائعة للتسجيل في اللقطة الماضية لكنها ضاعت، وهل سنشاهد فرص مشابهة أم لا؟ كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. أمام مساحة كبيرة لاستغلالها الآن. سددها، كرة باتجاه المرمى، وجدت الحارس بالمرصاد. بيلعب الكرة الوسطى 18. الشوط الأول ينتهي بهدف مقابل هدف. الشوط الثاني سيبدأ والتعادل سيد الموقف هنا. بناء هذه المحاولة بهدوء وبدون تسرع. العرضية في وسط المنطقة. الآن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين أمام مساحة في هذه اللحظات. تقدم يأتي في هذه اللحظات. سيناريو سيتغير بالنسبة لكل فريق بعد هذه النتيجة. نتيجة تعطي الأفضلية للفريق اللي تقدم. ضغوطات تتحول على الطرف الآخر. سلمان المؤشر، حسين المقهوي،
مجهود رائع من إدارة توتنهام في إتمام هذه الصفقة التي كانوا يسعون خلفها. نحن الآن في مرحلة تشبه الجنون حقيقة، كثير من الأخبار والكثير من الانتقالات والإشاعات في انتظار الخواتيم والأخبار المؤكدة. فرصة هدف التعادل، ضاعت الكرة، ضاعت أمام المرمى، البحث ما زال مستمر عن هدف التعادل في هذه اللحظات، ضغط مستمر لن يهدأ حتى يسجلوا في هذه المباراة. الكرة تحت سيطرتهم بعد ما تمكنوا من استخلاص فرصة لوضع الكرة في الشباك. يا الله، كرة بتكسر العارضة. سلمان المؤشر، فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن، كرة بتتخلص بتصدي ممتاز. تمريرة غريبة بدون تركيز إلى خارج الملعب، رمية تماس. تغيير تكتيكي من جانب المدرب ويسعى من خلال الحفاظ على النتيجة. في منطقة الجزاء يفتك الكرة بامتياز. حارس المرمى يهديم الكرة، ينقذها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. ضغط عالي جدا في الأمام، الحكم يعطي الأفضلية لمصلحة الأهلي. عمر السومة لم يكن يتوقع وهو يسدد بأنها ستخرج بهذه الطريقة، فكر في القوة، لم يفكر في أين ستستقر. محاولة للوصول إلى المرمى، إمكانية الكرة العرضية، سلمان المؤشر، رؤية ممتازة يلعبها في الخلف، تسديدة خطيرة. يا الله، يعود بفريقه إلى المباراة. بعد أن كنا نعتقد بأن الأمور انتهت وأن هذه المباراة أسدلت عن الستار في نتيجة اللقاء العودة من بعيد، التعادل في هذه اللحظات كنا تعود إلى نقطة البداية بانتظار ماذا سيحمل الوقت المتبقي. تدخل دفاعي قوي، افتكاك للكرة في المناطق الخلفية. عمر السومة، حسين المقهوي، عدة تمريرات بعرض الملعب بانتظار ثغرة، بانتظار كرة بينية، لكن يفشل الفريق في تشكيل خطورة ويفقد الكرة. برافو تدخل، شوف اعتراض الكرة، الدفاع يتحصن ويتكتل في الخلف. الآن ممكن يلعب لنا كرة عرضية، عمر السومة، سلم قهوي، بدون خطأ يحصل على الكرة في منطقته. ضربة مرمى الآن تلعب في هذه اللحظات. بيهرب فيها من الرقابة، يا السلام على المهارة. كانت فرصة متاحة للتسجيل لكن في الأخير الكرة بتروح إلى ركلة مرمى. عشر دقائق ويطلق الحكم صافرة نهاية المباراة. بيمر ويتقدم الكرة، الله، الكرة في المرمى، هدف التقدم في الثواني الأخيرة، هدف لا يمكن تعويضه، أي سيناريو، أي جنون، غير معقول ما يحدث. شوف إعادة الهدف، شوف البينية الجميلة للعبة، بعد ذلك لوب راح من مسافة قريبة، لعبة من فوق حارس المرمى. ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى اللحظة.
7 دقائق على نهاية هذه المباراة. ضغط متقدم على الخصم. حربية سهلة في يد حارس المرمى. جميل الكرة البينية، الله على النظرة. أي فرصة ضاعت وأي توقيت. المباراة في الدقائق الأخيرة، كم فرصة التعادل، ضاع الانفراد، راحت الكرة، مستحيلة هذه اللقطة. حسين المقهوي، سلمان المؤشر، تمريرة بدون تركيز تذهب للكرة المنافس. الفريق لعب الكرة أمامية في فرصة أخيرة للتعادل. مستحيل هذا التصدي، كم أنت رائع يا حارس المرمى. أي روعة، أي إبداع، أي تصدي، أي إنقاذ للقطة كان ممكن يأتي فيها التعادل في الدقائق الأخيرة. إبعاد الكرة من مكان الخطر. رائعة العرضية إلى الخلف، كرة لامست المدافع وبالتالي الحكم يحتسب ضربة ركنية.
بينفذ الركنية. اعتراف في الوقت المناسب يمنع الخطورة. بمبدأ الأمان. ولن تأتي صفرة نهاية المباراة وفوز. Thank you.